إلينا الآن عبر سكايب من رام الله الأكاديمي والباحث السياسي جهاد حرب. تحياتي أستاذ جهاد. كابينة الحرب مجتمع حاليا لمناقشة تفاصيل هذه الصفقة، صفقة التبادل المقترحة في اجتماع باريس بعد عودة رئيس الموساد إلى تل أبيب. ما المنتظر؟ يعني ما زال من المبكر أن ننتظر من الحكومة الإسرائيلية، لأن هناك تناقضات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ما بين أطراف مثل جانتس وأيزنكوت يريدون أن تكون إعادة الأسرى الإسرائيليين هي الأولوية، فيما نتنياهو حتى الآن وجلانت وإن كان تراجع قليلا ما زالوا يفضلون أن يكون هناك القوة، استخدام القوة لإعادة الأسرى الإسرائيليين. في ذات الوقت عين نتنياهو على أعضاء حكومته من اليمين المتطرف مثل سموتريش وبن غفير الذين يهددون الانسحاب من هذه الحكومة إذا كانت هناك تبديل للأولويات، وشاهدناهم بالأمس وهم يتظاهرون في القدس من أجل عودة الاستيطان إلى قطاع غزة. ومع ذلك هناك وفدا إسرائيليا خرج اليوم إلى القاهرة أو في هذه الليلة إلى القاهرة، وبالتالي ما زالت حتى الآن الظروف غير واضحة في ظل حديث عن رفض حركة حماس لهذه الصفقة. أعتقد أن الطرفان يحتاجان إلى هذه الصفقة، يحتاجان إلى هدنة طويلة تفضي إلى وقف إطلاق النار كما كان هناك اقتراح سابق، وما قاله وزير الخارجية القطري أن هذه الاتفاق سيضفي أو سيصل في النهاية إلى وقف إطلاق نار. الأمر الذي ما زلنا بانتظار القرار الإسرائيلي وكذلك قرار حركة حماس وما هي التفاصيل المحددة لهذا الاتفاق، لأنه لا يمكن أن يكون على مرحلة واحدة. المرحلة الأولى التي تم الحديث عنها يكون هناك إفراج عن 35 أو 40 إسرائيلي ومن ثم يتم التتابع فيها، لكن هذا يتحدث عن فقط تبادل الأسرى، لا يتحدث عن بقية القضايا. هذا ما صدر عن أكسيوس وعن وسائل أعلام إسرائيلية. ما صدر عن بلينكن منذ قليل في مؤتمر صحفي يقول أو يصف هذا المقترح بشأن الرهائن بأنه قوي ومقنع، وبأن أيضا هناك توافق كبير بين الدول المعنية على قوته، في الوقت الذي كان مكتب نتنياهو بالأمس تحدث عن فجوات كبيرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ما يتعلق بالضمانات. لا أعتقد أن حركة حماس توافق إذا كانت هذه هدنة فقط، وإن كانت هذه الهدنة طويلة إلى حوالي شهر ونصف، لكن حركة حماس تريد من أجل إخراج الأسرى الإسرائيليين وجمعهم أن يكون هناك لها حرية الحركة وخروج جنود الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمانات مستقبلية بأن لا يتم ملاحقة أو استهداف أي من مقاتليها الذين سيقومون بهذه العملية اللوجستية لإخراج الأسرى وتسليمهم وفقا لآليات محددة شاهدناها في المرة الماضية في نوفمبر الماضي عندما أخرجوا عدد من الأسرى الإسرائيليين. لذلك وأيضا بالإضافة إلى المعابر وإدخال المساعدات، المسألة لا تتعلق بتبادل أسرى لوحده، إنما بمجموعة من القضايا المعقدة، منها ما يتعلق بكيفية التعاطي مع إخراج هؤلاء الأسرى وحجمهم، وكذلك الأسرى الفلسطينيين المقابل لهم بأسمائهم وكيف وأين سيذهبون، هل سيذهبون جزء منهم إلى قطاع غزة وجزء آخر إلى الضفة الغربية، خاصة أولئك الذين لديهم أحكام عالية ولديهم سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي كما علم أو كما تم الحديث عن ذلك. المسألة الجوهرية أعتقد أو الفجوات الجوهرية هي تتعلق بالضمانات المتوفرة لحركة حماس وكذلك المتوفرة لإدخال المساعدات وعدم الاستهداف للأفراد، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة وإخراج جنود الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة حتى يكون هناك إمكانية للتحرك والوصول إلى الأماكن المختلفة التي يوجد فيها أسرى إسرائيليين سواء في شمال قطاع غزة أو في جنوبه. طيب نتنياهو الذي لم يثبت اهتمامه أو أعطاء الأولوية للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة سوى من خلال الأقوال، فعليا
لم يثبت ذلك، والنتيجة كانت المظاهرات التي خرجت في تل أبيب من عائلات الأسرى. هل تعتقد أو ما مدى جدية نتنياهو بحسب رأيك في أن يفرج عن ما يقرب من 5000 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل العدد المذكور من الرهائن والأسرى الإسرائيليين؟ دعينا نقول أن 5000 في أغلبهم سيكونوا من الذين تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة، وهم ليست لديهم قضايا أو ليسوا محكومين إلا أحكاما إدارية، وبالتالي لا توجد هناك لدى إسرائيل أي تهم جدية للأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم. نحن نتحدث عن حوالي 6300 فلسطيني تم اعتقاله خلال الفترة الأخيرة. عذرا دكتور جهاد، على المقاطعة تقول القناة 12 أن هناك أسرى متهمين ومدانين بقتل إسرائيليين، سيتم الفراج عنهم من بين لذلك أنا هذا الرقم. قلت أغلب 5000 الذي تم الحديث عنهم هم أسرى تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة، لأن إسرائيل ستحتفظ بأعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين إلى الجولات التالية. في الجولة الأولى على الأغلب أنها ستخرج الإداريين كبار السن، بعض الأسرى، وأعتقد أن حماس طلبت في هذه الفترة أن يكون هناك بعض الأسرى رموز هؤلاء الأسرى، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي على سبيل المثال، وهو أحد القيادات الرئيسية لدى حركة حماس وغيرهم، كنموذج لكسر القاعدة الإسرائيلية التي رفضت على مدار السنوات الطويلة الماضية إخراج أي من الأسرى الذي تقول عنهم أيديهم ملطخة بالدماء إسرائيليين. بالتالي عندما تكسر حركة حماس من هذه القاعدة في المرحلة الأولى، سيكون هناك من السهل إخراج بقية الأسرى، خاصة أولئك الذين أقضوا أو أمضوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 عاما. لدينا أسرى منذ الثمانينات من القرن الماضي موجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أي ما قبل عام 1993، وبالتالي هي تريد أن تكسر هذه القاعدة حتى تتمكن مستقبلا في المراحل التالية من إخراج بقية الأسرى الذين لديهم أحكام عالية بالمؤبدات، أن يكون لديهم القدرة على الوصول إلى الحرية أو يعانق الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذه ما تريده حركة حماس. إن أخرجت واحدا أو اثنين أو عشرة من هؤلاء، يعني أنها استطاعت أن تكسر المبدأ الذي وضعته إسرائيل على مدار السنوات الطويلة منذ رابين إلى اليوم، أي منذ 30 عاما إلى اليوم، لم تخرجهم لا بتبادل أسرى ولا بإفراجات في إطار عملية السلام التي جرت في عام 93 وما لحقها من اتفاقيات. لذلك المسألة الجوهرية فيما يتعلق بنوايا إسرائيل، هل ستخرج عنها تفرج عن هؤلاء الذين ستطلبهم بالاسم حركة حماس من القيادات الأساسية، وأين سيذهبون؟ هل سيتم إبعادهم إلى قطاع غزة، خاصة أن أغلبهم هم من الضفة الغربية، أم سيعودوا إلى بيوتهم كما جرى في التبادل السابق للأسيرات الفلسطينيات وعادن إلى بيوتهم وإلى أهلهم في الضفة الغربية تحديدا؟ هذه قضايا دعني أقول عنها تقنية يتم علاجها في الآليات التي ستوضع لاحقا في التفاصيل التقنية، لكن الفجوات الرئيسية هي ما يتعلق بكيفية التعامل لوجستيا أولا مع عملية إطلاق الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وثانيا حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وثالثا إدخال المساعدات بكميات تسمح بمنع وجود مجاعة كما شاهدنا خلال الأيام الماضية. صحيح. وضمانة أخرى أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار مع انتهاء عملية التبادل. دون ذلك لا أعتقد أن حركة حماس ستوافق عليها، حتى لا تتكرر التجربة التي شاهدناها في نوفمبر الماضي عندما جرى تبادل للأسرى. صحيح. مكتب نتنياهو وصف الاجتماع في باريس بالبناء. الآن اليمين المتطرف، هذه القاعدة الصلبة التي عادة ما يتركز عليها بنيامين نتنياهو في أغلب القرارات المتخذة في هذه الحرب، إلى أي مدى ستقبل بشروط حماس، الشروط التي تصر حماس على تطبيقها لعقد وإبرام أي صفقة؟ دعينا أولا أصحح كلمة، هو لا يرتكز عليها، هو يستخدمها وهو يتبناها وهو الذي صنعها.
نتنياهو من أجل إبقائه في هذه المكانة كحل وسط بين الأطراف المختلفة في الأحزاب الإسرائيلية. لذلك هذه الأحزاب، أعتقد عندما سمعنا اليوم يوآف جرانت وزير الجيش يقول عن هدف ثالث لهذه الحرب، وهو تعزيز الوحدة الوطنية أو وحدة الشعب الإسرائيلي، أعتقد أن هذا فيه تنازل من أجل الوصول إلى صفقات يمكن تمريرها أمام المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي لن يستطيع بن غفير وسموتريتش الخروج من الحكومة، لأنه يعلم أن خروجهم من هذه الحكومة في هذا الوقت بالذات لن يعودوا إلى سدة الحكم مرة ثانية، وخاصة سموتريتش الذي شاهدنا خلال الأيام الماضية في استطلاعات الرأي أنه لا يستطيع أن يتجاوز نسبة الحسم. لذلك هناك ضغط سيكون من قبل الجيش، المؤسسة العسكرية، وكذلك من وزير الجيش الذي هو جزء من حزب الليكود، من أجل أن يقبلوا هؤلاء، وأن صوتوا معارضين في الكابينت، لكن لن يفجروا ولن يستقيلوا من الحكومة في اللحظة الحالية لأهداف سياسية. وأعتقد أن نتنياهو لديه القدرة للتأثير على هؤلاء باعتباره الأب الروحي للمجموعات المتطرفة الموجودة في الكنيست وفي الحكومة. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي والأكاديمي جهاد حرب، كنت معنا عبر سكايب من رام الله. شكرا لك.